اما هلا ليا ختاما مسك مع الانجازات السوريه الرياضيه، رح نحكي اليوم عن البطله سالي اياد الراعي والبطل كنان الراعي في رياضات الموي تاي والكيك بوكسينج. خلونا نحكي عن الانجازات الرياضيه اللي حققوها بالفتره الاخيره، واكيد في شهادات كثير وميداليات كثير. معنا اليوم بالاستديو ومعنا كمان الكابتن اياد الراعي رئيس لجنه المدربين للموي تاي والكيك بوكسينج في سوريا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله الف مبروك اكيد الجوائز. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، الف مبروك. بالبدايه كوتش خلينا هيك نحكي عن سالي وعن كنان ايضا عن مراحل تدريبهم ووصولهم الى هالجوائز والشهادات يلي بترفع الراس. صباح الخير لكم، صباح الخير لبرنامجكم الحلو، وعم نسلط الضوء على الابطال الحلوين اللي دائما بيشاركوا داخليا وخارجيا بحققوا مراكز. عندنا البطل سالي وبطل كنان هنم معي من الصغر عم يتدربوا من عمر يعني في كنان كان عمره 5 سنين وسالي كان عمره كمان تقريبا شيء 6 7 سنين عم يمارسوا معي بالبطوله الرياضه تبعنا الموي تاي. على مدار سنين مارسوا الرياضه وتدربوا عليها بشكل جيد، وكان بالبدايه كان امور بدائيه، كانت حركاتهم شوي 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 تطوروا، زادوا لياقه، زادوا قوه، زادوا سرعه، ركزوا على شو اسمه فنيات، شاركوا ببطولات محليه على مستوى محافظه، بطولات على مستوى محافظه دمشق شاركوا فيها وحققوا نتائج كانت اولى الحمد لله بداياتهم. انتقلوا بعد منها على مرحله ثانيه هي بطوله الجمهوريه، كانوا كبروا شوي، كانوا فاتوا بمرحله الاشبال، يعني كان اول مرحله اسمها براعم. هلا ما شاء الله سالي 14 سنه كنان 12 سنه كنان مرحله الاشبال لحاليا، يعني هاي اخر سنه بالاشبال. سالي مرحله الناشئين لانه كل فئه عمريه عندنا الى مرحله خاصه فيها، الى عمر خاصه فيها. يعني احنا مثلا فئه الاشبال تتركز عندنا من 9 10 11 سنه لحد 12 سنه، هي الاشبال فوق 12 صرنا بالناشئين، عندك 3 سنوات هي 14 15 هيدا الفرحات للناشئين، الاكبر منهم بيصيروا شباب، الاعلى منهم بيصيروا رجال. فهي مراحل بينتقل فيها اللاعب، كل ما كبر بيزداد بينتقل لمرحله اعلى منها. وكانوا الابطال شاركوا بطوله الجمهوريه على مستوى الناشئ الاشبال عفوا الاشبال، وحققوا كمان مركز اول على مستوى الجمهوريه. اكيد عم نتابع نحن صور الفوز لسالي ولكنان عبر الشاشه. صار لهم خمس سنين عم يحققوا مراكز اولى على مستوى سوريا. اكيد سعيدين كثير فيهم وفخورين. بس قبل ما نحكي عن انجازاتهم عم نشوف كثير من الميداليات وشهادات، خلينا نعرف للناس اللي ما بتعرف هي الرياضات بالبدايه شو هي الماو تاي اذا بنحكي، والكيك بوكسينج قبل ما نحكي عن الانجازات لانه في ناس كثير ما بتعرف شو هي. هلا رياضه الماي تاي هي رياضه قتاليه، المنشا الام هي تايلاند، اللي هي رياضه الماي تاي تسمى باللغه العربيه الملاكمه التايلانديه، اللي تعتمد على اللكمتين الكوعين الركبتين الركلتين في سلاح التاسع بنسميه هنا الكلينشن. هاي رياضه المواي تاي. رياضه الكيك بوكس، رياضه الكيك بوكس هي اخف وطأة من المواي تاي، بتعتمد على اللكمتين والركلتين وما فيها التحام، ما فيها كلينشن. هاي الفرق بين الكيك بوكس والمواي تاي والرياضات الاخرى. والتنتين بيتبعوا الاتحاد الكيك بوكس برئاسه الاستاذ منار البزري اللي هو الدعم للابطال بشكل دائم، لكن ابطالنا وابطال السوريين جميعا. بوجه له تحيه من خلال برنامجكم. اكيد سالي هاي أهلين. كيفك؟ تمام الحمد. مبروك، بدي اقول لك ان شاء الله هيك الف مبروك النجاح الحلو. الله يبارك. يعني عندي هيك سؤال، صبايا بعمرك 14 هيك بحبوا يعملوا اظافيرهم ويحطوا الوان وهيك، يعني حلو الواحد يعمل شغلات بحاله. انت متجهه للرياضه كثير هيك عنيفه قاسيه متدربه عليها وعم تحرزي تفوق ومراكز فيها، خلينا نحكي ليش عشقتيها لهي الرياضه للمواي تاي وللكيك بوكسينج، وخلينا نحكي كيف هيك عم تحافظي على انوثتك وجمالك مع هي الرياضه؟ هلا الانوثه شيء والرياضه شيء ثاني. يعني نحن افرجيني اظافرك؟ اه لا عمرك لا تمام. ايه هلا الرياضه هي مثل انه هوايه، يعني في عالم عندها هوايه الموسيقى الرسم، هلا نحن هوايتنا الرياضه. هلا الانوثه يعني انا عندي انوثه بس انه هي هوايتي، يعني انا فتت فيها وابدعت فيها للهوايه وحرست مراكز اولى. اكيد مبسوطين وفخورين فيكي كسوريه هيك صبيه جميله اليوم في انجازات حلوه بنعتز وبنفتخر فيها. خلينا نحكي مع كنان هالشب الحلو، عم نحكي عن عمر صغير 5 سنين بلشت بهي الرياضه وكمل. شو اللي جذبك اكثر شيء لهي الرياضه؟ وخلينا نحكي عن الميداليات الاخيره اللي حصلت عليها. اللي جذبني هي الدفاع عن النفس، اذا يعني دافع حالي عن نفسي اذا حدا
عمل شيء معي تكون قوي. طب خلينا نحكي عن الميداليات. ثقة بالنفس كمان دفاع. طبعا ثقة بالنفس اكيد. هاي اخر ميداليات كأس العرب. صعن صعن على الكاميرا يا كينا. شلون هيك؟ اول وحده شو؟ هاي للماي تاي بكأس العرب، والثاني وشاركنا بستايل كيك بوكس فول. كمان احرزنا المركز الاول ذهبيه. كيك بوكس لايت احرزنا المركز الثاني بسبب الانذارات. نعم لانه هي تاتش فنحن مجهزين على القوه والضرب. فاخذنا انذارات انه ممنوع القوه اكثر من مره. نعم سالي كمان خلينا نحكي عن الجوائز، وخلينا نحكي يمكن لما يكون هيك في منافسات عربيه مو بس بدمشق ايضا بالمحافظات وعربيه كنتوا خطوا فيها انت وكينا صح؟ ايه هلا خلينا نعرف وين المشاركات وخلينا نعرف شو هلا شاركنا ببطوله كاس العرب المفتوحه بلبنان اللي شاركنا فيها لاخر شيء. احرزت مركز اول هي بلبنان بمدينه جونيه بملعب فؤاد شحو. احرزت نحن كنا رايحين بالاول نشارك بستايل المويتاي، يعني خلينا ناخذ الفرصه انه نشارك بكذا ستايل ثاني يعني. فشاركنا بالكيك بوكس على الفول واللايت. يعني رحتي لتجيبي ميداليه ذهبيه واحده رجعتي بثلاث. رجعت بثلاث شاركت بكذا ستايل. هلا هي اخذت فيها المركز الاول بالمويتاي. شاركت بستايل المويتاي، وهي بالفول بالكيك بوكس بستايل بالكيك بوكس، وهي كمان باللايت. أحرزت مراكز أولى. أكيد سعيدين وفخورين فيكم. كوتش إياد خلينا نحكي، هي الرياضات يعني بالآونة الأخيرة عم نشوف في توجه كتير كبير تجاهها، في اهتمام كبير، وعم نحكي عن رياضات على مستوى عالمية، ونحن أساساً مرينا بظروف استثنائية صعبة لما يكون في مشاركة سورية عربية أو عالمية اليوم بأسماء سورية صغيرة. فخورين قديش هذا الشيء فعلياً كمان بيعطيهم دافع وقوة وبيمثل الرياضة السورية أحلى تمثيل اليوم برا. طبعا احنا خلال الحقبه الزمنيه الماضيه كانت الرياضه السوريه تعتمد على الموضوع الداخلي، صحيح انه كان علاقاتنا الخارجيه شوي محجوبه، فكان موضوع السفر الابطال كان ما كان السفر الكبير في ما بتقدر صحيح بالضبط. فخلال السنه هاي اللي راحت الحمد لله صار الانفتاح على سوريا، شفناها من خلال استقطاب اغلب الدول العربيه. فكثير عندنا بعثات سافرت لبرا. من هاي البعثات نحن عندنا الابطال اللي سافرنا فيها على لبنان. طبعا احنا كان معنا فريق مؤلف من 7 لاعبين، الحمد لله الكل جاب مراكز. جبنا 15 ذهبيه. كان عندنا ابطال من طرطوس، 2 ابطال من طرطوس، كان عندنا ابطال من القنيطره، وعندنا البطلين سالي كينان. كم بطل كان معكم؟ كان عندنا 7 ابطال، فينا بطل من حمص. مع 15 يعني ضعف العدد. نحن طالعين نلعب ستايل مواي تاي، نحن طالعين نلعب على 7 ذهبيات. لما رحنا كان في اقبال كثير للبطوله، يعني هي كانت الانديه كانت مشاركه كلياتها، وكان في دول عربيه كثير مشاركه، فنحن الفرصه انه ممكن تكون فرصه عندنا اكثر اذا شاركنا باكثر من ستايل. يعني نوع. صحيح. اي لانه هي الرياضات كمان ستايلات انواع. صحيح. فقلنا الفرصه اكبر فشاركنا بثلاث ستايلات نحن، شاركنا اول ستايل اللي نحن رايحين عليه هو المواي تاي، وشاركنا بستايل الكيك بوكس اللي هي نمطين، نمط الفول اللي فيه الضربه القويه اللي فيها الباور اقوى، ونمط اللايت اللي فيها تاتش اللمس ممنوع فيها القوة. هاي ستايلين، فنحن شاركنا ثلاث ستايلات، لذلك كنا عم نلعب على 21 ذهب. فجبنا 15 ذهبية على أوزاننا نحن، طبعا كان في أوزان كثير بس نحن طالعين بسبع أوزان فقط بس. يعني طبعا لو كانت العدد معنا أكبر بجوز كنا حققنا ميداليات أكبر. كل الذهبية صحيح. إنه الحمد لله كان مستوانا كسوريين رغم الانقطاع الطويل عن الدول العربية كان مستوانا كثير حلو جدا جدا، وتفاجئوا هنا بمستوى السوريين إنه بعد الانقطاع الطويل من المشاركات الخارجية للسوريين بيتفاجئوا بالمستوى السوري من المستوى الحلو، فكان الحمد لله الكل اعطانا اوكي وانجاز انه بالفعل السوريين رغم المرور الظروف الصعبه اللي مرينا فيها بعدهم عم يمارسوا الرياضه، بعدهم عم يتدربوا، بعدهم عم يواصلوا، والحمد لله نحن رغم هالظروف كلها قادرين لحد الان نعطي. يعني السنه الماضيه عملنا بطوله عربيه هون بسوريا، استضفنا استضفنا بالكيك بوكسين، استضفنا الدول العربيه، اقمناها بالجلاء، كانت بطوله 13. وان شاء الله السنه اللي هي الجاي الشهر القادم ان شاء الله هو الشهر السابع الشهر الثامن عندنا بطوله عربيه. هلا ابطالنا عم يحضروا على بطوله الجمهوريه بالشهر القادم ان شاء الله. ما وقفنا عند انجازات هي، نحن ما وصلنا على بطوله العرب وقفنا، نحن عم نتابع تدريبنا لحد الان عم نكثف تدريبنا لانه عندنا بطوله الجمهوريه الشهر الجاي. بطوله الجمهوريه للاشبال وللناشئين وللشباب ورجل عندنا الشهر بالشهر السابع تحضيرا لبطوله العرب
اللي راح نقيمها هون بسوريا اللي راح نستضيف فيها كل العرب راح يجوا على سوريا ان شاء الله ونفرجي انه سوريا بعدها بخير وقويه بشعبها وبجيشها وبقائدها ان شاء الله وبأبطالها. اكيد قبل ما نختم مع حضرتكم خلينا ننتقل عند كنان، قد ايه مبسوط وقديش هيك عندك حلم انه توصل للعالميه وانك انت تضل مستمر بالرياضه لحتى تكبر وتعلم اولادك مثل ما الكوتش عم يعلمكم انه يحبوا الرياضه وينجحوا بالرياضه؟ خلينا هيك نحكي عن مشاعرك، كيف بتنقل مشاعرك حتى لرفقاتك كمان ابطال ابطال عالم اثنيناتهم مشاركين ببطوله العالم، بطوله العالم الافما فرجين الميداليه اللي اتوا على الافما بطوله العالم افما كنان مشارك وسالي مشاركين ببطولة العالم تمام. خلينا نحكي عن هيك شعورك وقديش هيك لوين عندك حلم؟ لوين عندك حلم توصل؟ ان شاء الله بطولة العالم الخارجية ان شاء الله. سالي لوين حابة توصلي؟ حابة انا استمر بهاللعبة واحرز المراكز الاولى ببطولة العالم وبطولة كأس العالم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ختاما كلمة اخيرة كوتش، قديش مهم اليوم استثمار هي الطاقات والمواهب الشابة اليوم بالرياضة؟ يعني عم نشوف في توجه للرياضة، سابقا ما كنا نشوف هيدا الاهتمام كبير لأنه في عنا فعليا أبطال هيك صغار مخبئين بالبيوت فينا نستثمرهم اليوم ونفتخر فيهم بالمشاركة عربيا وعالميا. طبعا هلا نحن بمرحلة صيف فكل الأطفال الصغار هلا حاليا وقفوا دراسة ففي طاقة هائلة والكل عم يتوجه على الأندية الرياضية وهذا الشيء كتير حلو. صحيح. وكان سابقا في تعتيم على شيء اسمه رياضه قتاليه او انه عنف، اما هلا صارت الكل تعرف انه الرياضه القتاليه في لها واقيات كامله لها قواعد بيروحوا عليها كثير. السيدات عندي فريق كامل للبنات هلا سالي وحده منهم. كوتش انت وعم معلش تابع حديثك انا هيك خليني افرجي المشاهدين سريعا مشان ما فالحمد لله صار في وعي بالنسبه للاهالي جميعا بالموضوع انه الرياضه القتاليه ما انا بس موضوع القتال ضرب او دفاع النفس، لا هي بتنمي الجسم بتنمي القدرات النفسيه جسدية وترفع ثقة الطفل ثقة الشاب ترفع بنفسه فبيمشي وين ما فات ثقته بنفسه عالية. بالعكس عم تلاقي رائج كبير كبير بهاي الأيام والكل عم يتوجه نحو الأندية الرياضية. نعم هي مشان ما نظلم الشهادات هاي بطولة العالم هاي بطولة العالم تماما هيك سريعا يعني مشان ما يزعلوا كنان وسالي. اكيد نحن كثير مبسوطين فيكم وفخورين فيكم وناطرينكم بلقاءات تانية تكونوا دائما حايزين على مراكز اولى. شكرا كثير لكم. شكرا لكم كثير جدا. شكرا لكم، سعيدين فيكم وفخورين اكيد فيكم كنان وسالي واكيد كوتش بنتمنى لك التوفيق لانه في جهود جبارة عم قوموا فيها لتدريبهم ودعمهم اليوم. شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا شرفتنا.